بارك الله فيكم، كيف يكون نصرة المصطفى صلى الله عليه وسلم قولا وعملا؟ نعم يجب علينا مناصرة الرسول صلى الله عليه وسلم بمناصرة سنته واتباعه عليه الصلاة والسلام ومحبته وطاعته ونرد على الذين يتطاولون على الرسول صلى الله عليه وسلم و ايضا اذا كانوا مسلمين ويتطاولون على الرسول ويستهزئون فالاسلام يطبق عليهم حد الرده اما ان كانوا من الكفار فاننا نرد عليهم شبهاتهم ونرد عليهم مقالاتهم في حق الرسول صلى الله عليه وسلم ونبين منزله الرسول صلى الله عليه وسلم نعم. اثابكم الله